عندي واحد السؤال، واحد الملاحظة، هو القضية ديال الجالية المغربية الأمريكية. المغرب براسو عنده أمل كبير فيها، وزائد على ذلك عندك القضية ديال هذاك السوق الحرة اللي صناو مع أمريكان، زيد عليها باغيين يوصلوا ل10 المليون وكثر ديال السائح، وما يمكن لهمش يكونوا يجيو من أوروبا، شي واحدين يجيو من أمريكان ومحلات أخرين. المهم هي هادشي كله الجالية والسياح والتجارة كلها مبنية على واحد لوفول كيجي مسكين من الدار البيضاء نيويورك، هذه 25 عام وما عمرو تطور، ما عمرو تحرك، ما عمر كاين شي طائرات اخرى اللي كيمشي من مدن اخرين. كيفاش غادي نبنيو هذا الشيء كله على واحد الايرلاين واحد وروايلر مروك كيمشي لواحد المدينه في البلاد اللي هي قاره؟ وإلا يمكن السي حميد المرنيسي اللي هو انثروبولوجيست ارتست ليكتشرر انتور اوبريتور، عنده واحد كيعرف هادشي ديال التوريزم وهادشي الطيران، يمكن يعطينا فكره على هذا. قبل ما نمروا لمساله السياحه والنمو الاقتصادي والفوائد اللي غادي ناخذوها من فري تريد والمعطيات ديالو، نبقاو في اطار الجاليات المغربيه وفي الاطار ديال المنجزات اللي يعني السي حسن خنطاش غاني على التعريف، ولو ان نبقاو نتكلموا فيها حتى الغدا ما غادي يمكنناش نسردوا جميع المنجزات يعني اللي قام بها، لاننا من الناس اللي في الحقيقه كنفتخر به، وكنفتخر به كاطار يعني من وزاره الخارجيه، ولأول مرة في تاريخ طويل يعني ديال القنصلية في المغرب، بكل صراحة وبكل افتخار كنقول شفنا واحد اللي جا وجاب أفكار جديدة وجاب بمنجزات يعني اللي أعطات الفواكه ديالها الجالية المغربية بصفة عامة، سواء هادوك اللي تقيدوا ولا اللي ما تقيدوش، سواء هادوك اللي جاوا قبل منه ولا جاو في المده ديالو. كنتمنى على الله يجي شي واحد اللي يمكن له يستمر في هذا الاطار، ونمشيو يعني بعيد على حسب غير دوك اللمحات اللي عطانا هو، واللي يعني لو كان نفكروا فيها مزيان غادي تمشي بينا بعيد. ولكن قبل ما نعطيك الميكروفون، كنتمنى الله الاخوان اللي عندهم جمعيات، لان مده 26 سنه وانا هنايا وكنسمع الجمعيات وخدمت مع الجمعيات ودرنا الجمعيات، كنشوف انا في وقتنا الحاضر كاين تعدد ديال الجمعيات وهذا شيء يعتز به، ولكن شنو هما الاهداف ديال هذه الجمعيات؟ شنو هما المعطيات ديال هذه الجمعيات؟ شنو هما المسائل اللي غادي يمكن الجالية المغربية تنتفع بهم من هذه الجمعيات؟ قبل ما نفكروا في إطار اللي هو يعني فكرة جميلة بأن تكون اتصالات بعضياتهم ونشوفوا هذا المنبر الكبير والنيتورك وهذا، ولكن خصنا نشوفوا الأهداف ديال هاد الناس. كان عندنا نشاط كبير، ويا ريت لو كان في هذا البانل واحد اللي من السفارة يمكن اللي نقول كيمثل الثقافة ولا كيمثل شي حاجة، ولكن للأسف ما كاينش، وشاهدنا واحد الركود يعني يرتاله من الناحية الثقافية ومن الناحية السياحية ومن الناحية الاقتصادية اللي يمكن الجالية المغربية تنفع بها. ويمكن ملي كنتكلموا على الجالية المغربية خصنا نعرفوا بأننا ضيوف في واحد البلد، وهذاك البلد راه حتى هو عنده علاقات معنا حنايا، وخصنا نعرفوا بشكون حنايا باش يمكننا نستافدوا جميع، لا سواء الامريكان اللي هما امريكان ولا المغاربه اللي هما امريكان ولا المغاربه اللي بصفه رسميه هنا ولا المغاربه اللي عاد هادوك الباس بوي حتى هما راهم عندهم واحد الدور مهم، وحتى هذاك اللي كيغسل الطباسه راه عنده واحد الدور مهم، كما عند الانثروبولو كما عند الدكتور كما عند هذا، كل واحد عنده مدام شامي عندك شي تعقيب؟ نجاوب على واحد النقط اللي جبتيهم، وهو الصراحه الاستاذ الخنطاش ساعد بزاف في الجاليه، هاد
زعما المراكز اللي دايرين حنايا وكنقولوا اشنو كنديروا لهاد المغاربه. مثل بسيطه خال، انا هنايا من 88 20 عام هادي، عمرني ما سمعت حتى شي حاجه على القنصليه. ملي كنبغي شي حاجه كنتصل بالتليفون، ما كنعرف شنو كاين. نهار جا السيد 15 عاد عرفت شنو هما القوانين وشنو هما خصنا هذا وخصنا هذا. وابسط ابسط ما يكون، انا عندي وليداتي مغاربه وباهم مغربي، ولادي ما معترفينش بانهم مغاربه، خاصتني حاله مدنيه، حنا كنا مغاربه، ولادي ما معترفينش بهم بالمغرب. استاذ 15 وقف معايا، وقفت رجاله وما كانوا زواجنا مقبولين في المغرب لانهم ماشي على زواج اسلامي، ما مصرحينش. وقف معنا، وقفت رجاله وصوب، ماشي غير عائله، انا عندي الشهود بعندي 1400 عائله تصوبوا لهاد الاوراق. وهذه ماشي خدمه للشعب ديالنا، وماشي غير شعبنا، لولادنا. بغيت نزيدها شنو هما كيديروا هاد الجمعيات. مثل ثاني، انا بارت اوف ذا Moroccan Charity Organization. شنو كيديروا لبلادنا؟ كيديروا الكمبيوترز، كيديروا الدواء، كيختنوا الدراري، كي تشاريتي اللي ما تصورش على بالك. وفي القرى، في القرى اللي الناس فريمون محتاجين، البطانيات، التريكوات، الصبابط، اللي الناس فريمون محتاجين لهذا الشيء. الان غادي نمشي واحد سميت واحد البريك قصير ونعاود نوليو. We'll be right back.